للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم. شيخنا، نواصل الإجابة عن الأسئلة، لكن قبل ذلك عندكم كلمة تودون أن تقولوها عن هذه المناسبة، مناسبة 17 رمضان، وهي غزوة بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد، نعم، قبل أن نبدأ في أجوبة الأسئلة، كما ذكر زميلي، عندي شيئان يعني أود أن أذكرهما قبل أن أبدأ. الأول، أن أعزي أخانا وزميلنا وليد المغربي في وفاة أخيه، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، إنه سميع قريب. اللهم آمين. الثانية، كما ذكرتم، يعني اليوم 17 من رمضان يوافق غزوة من غزوات الإسلام الكبرى التي غيرت وجه الحركة، أستطيع أن تقول عالميا. نعم، وهي غزوة بدر الكبرى، بدر الثانية، يوم 17 رمضان. فيعني معلوم، لا أريد أن أدخل في السيرة كثيرا، ولكني فقط أنبه تنبيها سريعا. أولا، يعني المسلمون عندما غادروا ديارهم في مكة خسروا كثيرا من الأموال، ولذلك يعني أحسوا بالظلم الصارخ من كفار قريش. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة العير التي لقريش نسلها هاتية من الشام إلى مكة، خطط لاعتراضها، لاسترجاع ما فقدوه من أموال، أو بعض ما فقدوه من أموال في الحقيقة. يعني فنبه المسلمين على أن يلقوا العير، قد سمعنا بها حوالي 30 رجلا أو 40، قالوا يرأسهم أبو سفيان الحرب. فيعني ولكن الخبر وصل إلى أبي سفيان، سبحان الله. يعني قضية الجوسسة على أشدها حتى في ذلك العصر. فيعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعدا لقضية الحرب بمعنى الكلمة. نعم، ولذلك ما تنبه المسلمون لذلك ولا استعدوا، فقال من كان له ظهر جاهز فليذهب معنا. فيعني ذهبوا، لكن المسألة ولما وصلت أبا سفيان غير مسير القافلة وأتى بها من جهة البحر، ولكن المسلمون يعني خرجوا، وكان عندهم نوع من التأهب للقاء العدو مهما كان، لفقدان أموالهم كما ذكرنا، لكنهم لم يكونوا مستعدين استعدادا كاملا. ومع ذلك يعني حدثت أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأسر يعني رجلان من كفار قريش، وتحقق معهم المسلمون تحقيقا فيه نوع من العنجهية والقوة، فإذا أخبروهما بالحقيقة، نعم، وأنهم يعني يريدون أن يقول هم من العير من القافلة، حتى يتسنى لهم أن يأخذوا شيئا من القافلة المسلمين،
يعني إذا ضربوهما ووجعوهما يخبروهما بالباطل وبغير الحق، وإذا صدقوهما ضربوهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل صلاته قال لهم هذه الكلمة، وتحول التحقيق معهم هو بنفسه، وفهم منهم أنهم من كفار قريش الذين يستعدون للقتال. لأن هو أبا سفيان لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للقائه بعث ضمضم بن عمرو فأذن في الناس وناداهم على أن يستعدوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيعني طلعوا أو خرجوا بقضهم وقضيدهم، وحتى من لا يستطيع الحرب خرج لمعاونتهم. المهم وعلم النبي أبو سفيان علم من قضية ذكرها له أصحابه من قضية أنه رأى شخصين يعني معهما إبلهما بعيراهما، فلما جاء إلى المحل وجد بعض البعرات بعر الإبل ففتته فوجد فيه النواة فعرف أنه من سكان المدينة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الواحد كم يذبحون في اليوم قال تارة 10 وتارة 9، قال القوم ما بين 900 وبين 1000، ففهم من الذبح نعم عدد الجيش الكافر. التقى الجيشان، يعني لما القافلة سلمت بعض الناس يعني قالوا نرجع، فلكن بعض الناس من كلا الفريقين صمموا على اللقاء كأنهم كانوا متوحشين أو كانوا يعني متربصين بأعدائهم. فلما التقى الجيشان التقوا في بئر بدر، وكان هذا من إشارة الحباب بن المنذر، كان هو معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سينزل دونه، ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أهذا منزل أنزلكموه الله سبحانه وتعالى بالوحي يعني أم هو الحرب والمكيدة؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عبارة عن حرب ومكيدة قال هذا ليس منزلا مناسبا، وغير له الخطة، ويعني يعني سيطروا على كثير من الآبار المسلمون، ولم يصلوا إليها الجيش الكافر لم يصل إليها. فالمهم ضرب عريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام قوم بحراسته وقوم آخرون تصدوا، والمسلمون كانوا 313 إلى بعض الناس يقول 14 وبعضهم يقول 13، والنتيجة يعني قريبة من بعضها، بينما الجيش تاع قريش كان بين 1900 كما قلت. فتجابها الخصمان وبدأوا بالبراز، برز بعض الناس من كفار قريش فبرز لهم بعض المسلمين، ولكن كفار قريش لم يرضوا بمن خرج إليهم من عامة المسلمين، بل أرادوا من جماعتهم. فأخيرا خرج إليهم فعلا من جماعتهم، وصارت المعركة وقتل صناديد قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعركة كان يبين مضاجعهم فردا فردا، وقد تحقق ذلك للمسلمين. نعم، ويعني مات من الكفار قريش يعني 70 رجلا وأسر 70، وانتهت المعركة بغلبة المسلمين ورجع كل إلى محله. وكان هذا الانتصار يعني فعلا فت في عضد قريش واستبشر به المسلمون وقوى عزيمتهم. هذا احنا فقط للتذكره لا اكثر ولا اقل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، نستاذنك ناخذ اتصالات وان شاء الله نوصل الحديث عن قضيه الدروس والعبر من هذه. الاخ فاضل من الجبل الغربي، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخ فاضل. ربي نعم تفضل.
السلام عليكم. بدي نسأل أنت في الدير الآخر. والله سؤالك مش واضح، ما اسمعش فيك. بدي نسألك امتى ثلث الليل الآخر؟ أخ فاضل لو ترفع صوتك شوية، ما مش واضح السؤال عندي. بدي نسألك عن ثلث الليل الآخر، امتى يجي الساعة كم؟ ثلث الأخير من الليل. طيب يجاوبك إن شاء الله شيخ. سؤال آخر؟ ومثلا يقولها يدعي لي ربي يفرج علي ان شاء الله يسكن ان شاء الله باذن الله. بارك الله وفيكم. بارك الله. طيب شيخ، ذكرتم قبل ان ننتقل للاسئله في سرد سريع هذه الاحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، وهي الغزوة الأولى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة الأولى التي التقى فيها جيش المشركين مع جيش المسلمين. لو تلخص لنا مع هذه الأحداث أبرز العبر التي ينبغي للمسلمين أن يأخذوها اليوم ويستلهموها لواقعهم الذي يعيشونه اليوم، حتى يحاكوا هذا النموذج النبوي الشريف. وهذا سؤال صعب. نعم، حكاية محاكاة ذلك الجيل، لأن ذلك الجيل كان نسيج وحده. لم يتكرر في التاريخ إلا نادرا. لكن على كل حال هذا يبين لنا بعض الأمور المهمة التي أشرتم إليها الآن. يعني قضية أن يعني وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، من 313 شخص في مقابل 1000، يعني كل واحد بثلاثة أو بأربعة، ومع ذلك الانتصار تم للمسلمين. لأنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى واتبعوا إرشادات رسولهم صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم الغلبة. إذن ليست قاعدة، قضية العدد والعدد هي التي تغلب الجيوش، بل قضية الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التنازع كذلك. نعم، لأن القرآن أمر المسلمين بعدم يعني بعدم التنازع والتخاصم، فتذهب ريحكم فإذا تذهب قوتكم معناها. فإذا مسألة التنازع هذا يفت في العدد، وبالتالي المسلمون إذا أرادوا أن يكرروا ذلك عليهم بالتلاحم. أما حكاية يعني التخاصم والتنازع وحب المال وكذا، هذا لا يؤدي النتيجة، بل يجعل الأعداء ينتصرون. فهذه مسألة مهمة في المسألة هذه. نعم نعم. طيب شيخ، نستأذنك في أخذ هذا الاتصال. أخ محمد من طرابلس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد. إيش الحال؟ شو الأمور؟ بارك الله فيك. الحمد لله. السلام ورحمة الله. زيد فضلك، بارك الله فيك. والله عندي استفسار. أنا عندي بعد شهر رمضان توا، وأنا نايم أو من نومك مثلا الساعة 8-9 تجي حرارة هنا في رقب، يعني نبي نعرف مش تطلع للفم، لا لا في رقب تسبب حرارة هنا. طيب واضح. واضح إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله. سؤال آخر. بارك الله فيك أخ محمد. طيب شيخ، نبدأ أو نشرح في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. بقي بعض الأسئلة من الحلقة الماضية. الأخت أم مايا من طرابلس تقول: النوم بالجنابة في الصيام، النوم بالجنابة في الصيام هل هو مفسد للصيام أم لا؟ لا لا يفسد للصيام. وحكينا على المسألة هذه وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح بجنابته، بمعنى يدخل الفجر هو جنب وما يغتسل بعد ذلك ويتم صيامه. نعم. سؤالها الثاني تقول: فتح مواقع التواصل الاجتماعي من غير إذن الزوج. من غير إذن الزوج؟ الزوجة تفتح يعني. هذا لا خير فيه والله. نعم، لا بركة فيه، لأن هذه المسائل تفتح أمور كثيرة وتفتح شكوك وتجعل يعني الثقة بين الزوجين يعني غير متوفرة وكذا. فنعم، إذا كان هي بغير إذن الزوج ولا يعرف عنه شيئا لا تصلح هذه المسألة. نعم.
طيب معنا اتصال أم عبد الرحمن من بنغازي. السلام عليكم. أخت أم عبد الرحمن تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يطبك. قلت لك فضيلة الشيخ أنا عندي الوالدة ربي يدور في عمرها ويهديها، آمين، عصبية شوية وتدي في كلام، يعني ما نحاول إني نلغيها ما يعجبهاش. هي تقول في دعاء هيك ما نعرفش، هل نعرف هل هي الدعاء هذا اللي تقوله مثل الله يسامحك والله أنا مش راضي عليك، أنا أنت ما جيتني مثلا، نمد حاولني ان نرضيها ندير كل اللي تبيه، لكن الحسية ما يجبها شيء يعني. أنا نقول هالدعاء هذا هي اللي تدعي، هذا هو مستجيب له، يستجيب طب يستجيب دعاها، هي في طبحة عصبية واعرة شوي. حاولنا كلنا مش أنا بس، يعني أخواتي كلنا حاولنا نرضوها، لكن بيديها ما يجبها شيء. الله المستعان. هذاك الدعاء هذا إن شاء الله. ربي يرزقكم برها إن شاء الله ويرضيها عنكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يا رب، اللهم آمين. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. الأخ زايد من صبرات الشيخ يقول زوجته عندها حصى في الكلى والتهاب في المسالك، والدكتور لم يقل لها يعني هل بإمكانها الصيام أم لا، فيسأل عن حكم صيامها في مثل هذه الحالة، وهي مثلا تأخذ المسكنات أو تحتاج إلى بعض الأدوية في نهار رمضان. إيه هذه الذي لم يقل لها، هذا الذي نحتاج لرأيه. الأطباء المتخصصون في هذه المسألة هم الذين يرجع إليهم في مثل هذه الحالة. إن قالوا تصوم تصوم، وإن قالوا لا تصح لأن هذا يؤثر على صحتها فلا تصوم، نعم لا حرج عليها. نعم. الأخت حميدة من ورشفانة تقول هي حامل وعندها تعب شديد، تشعر بتعب شديد وتحصل لها قضية الحموضة هذه التي تحصل للنساء بشكل كبير، وقالت أتعب من الصيام تعبا شديدا، فتسأل عن حكم صيامها أيضا. هذه تعبا شديدا هي اللي ربما يختلف فيها الناس. فالصيام متعب معروف، يعني غير الصائم يعني مرتاح أكثر من الصائم، هذه طبيعة عادية، ولذلك في مشقة الصوم، نعم، كما أن الصلاة فيها مشقة، وال القيام في البرد والقيام في الحر وما إلى ذلك، العبادات كلها فيها مشقة. لكن المشقة تكلمنا عليها أكثر من مرة وقلنا ثلاثة أنواع: مشقة شديدة ما يقدرش، لا يستطيع أحد أن يقاومها، هذا لا حرج عليه، هذا كذلك في الصيام. والحر والقضية الخفيفة التي يحتملها الإنسان، هذه لا 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 حرج في صيامه، وأنه يستمر، وهذا هو الواجب. والمشقة التي بين هذه يعني تنقسم إلى قسمين: ما أقرب للشديدة يسمح له بالإفطار، وما هو أقرب للخفيفة لا يسمح له بذلك. نعم. الأخ إبراهيم من بنغازي يسأل عن بيع الدولار بالآجل، حكم بيع الدولار بالآجل. بالآجل لا، هذا ممنوع، نعم، هذا قولا واحدا، أما ما لا أعرف واحد أن يخالف فيه. طيب. وحكم بيع غير الدولار من السلع بالآجل؟ لا شيء فيه، نعم، ولا حرج فيه أبدا. السلع الأخرى غير النقود تباع بالآجل، نعم، بل إن الثمن الأكثر من العاجل يعني مسموح به. نعم. طيب. الأخ فاضل من الجبل الغربي يسأل عن متى يبدأ الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل تكلمنا عليه، احنا قلنا القضية تحسب من الغروب عند أكثر الناس، وبعض العلماء قالوا من العشاء إلى الفجر يحسب كم ساعة، لأن هذا يختلف من شهر لآخر، ومن بلد لآخر، من بلد لآخر، ومن فصل لآخر أيضا. نعم، فهذا يقسم بين ثلاثة. نعم، من قال من الغروب إلى الفجر يحسب الساعات، لأن هذا تتغير، فيقسمها على ثلاثة. القسم الأخير هذا هو الثلث الأخير من الليل. نعم. نعم. الثاني يطلب منكم أن تدعوا له بالفرج. يدعو أن يطلب منكم الدعاء له بالفرج، أن يفرج الله عنه.
والله ربي يفرج إن شاء الله على المسلمين جميعا. نعم، ويهديهم لما فيه الخير والصلاح بأوامر الشريعة إن شاء الله. آمين. الأخ محمد من طرابلس يقول عنده في شهر رمضان يصعد شيء إلى حلقه، يشعر معه بحرارة في حلقه ويرجع لا يخرج إلى الفم، فيسأل عن حكمه هل هو مفطر؟ لا، هو مجرد الحرارة والله كذا في الحلق لا تأثير له، لكن إذا الطعام فعلا شعر بأنه صل ويمكن أن يفرغه خارج الجسم ولم يفعل، هذا عليه القضاء، وأما غير ذلك فلا يلزمه شيء. نعم. الأخت أم عبد الرحمن بن غازي تقول والدتها يعني شديدة العصبية، تقول وقالت دائما تدعو علينا حتى ونحن نحاول إرضاءها وكذا، فهي تدعو علينا ومثلا أحيانا يشتد بها الغضب فتقول الله ليس محكم وأنا مش راضي عليكم مثل هذه الأمور، فتسأل عن التعامل معها، وهل مثل هذا الدعاء أو هذا الغضب إذا كان فيه جور مع يعني بر الأبناء لآبائهم هل هذا فيه ذنب أم لا؟ هو بالنسبة لهذه الله سبحانه وتعالى يعني لا يستجيب في مثل هذه الأمور، لأن الوالدة معروفة بحبها لأولادها، وبالتالي هذه أمور كلها خارجية تخرج نعم بغير ما تكون في قلبها، ولذلك لا تخوف مثل هذه الأمور. ومع ذلك احنا ننصح هذه الامرأة بأن لا تستعمل هذا الأمر أو أن تخفف من هذا الغضب ومن هذه المعاملة. نعم نعم. أحد الإخوة يسأل عن حكم إغماض العينين في الصلاة. إغماض العينين في الصلاة إذا كان هو بسبب الخشوع والتفكر في الآيات قالوا لا بأس به، وإذا كان هو يعني يراها نوع من السنن أو نوع من المستحبات لا لا لا، لأن الصحابة ما كانوا يغمضون أعينهم، وقد ذكروا لنا وكشفوا لنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلوات السرية وذلك بتحريك لحيته، وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون أمامهم. نعم، وإذا كانوا غامضي العينين لا يرون هذا الأمر. نعم نعم. نظر إلى الأمام في المذهب مش في نعم. موطن السجود. لا لا لا، هذه نعم أيضا هذه فهم منها العلماء أن النظر للأمام وليس على الرجلين كما يرى بعض الناس. لا، لكن من السجود. لكن من وجد شيئا يشغله فأغمض عينيه أو نظر إلى مكان السجود. سبقتني إليه إلا إذا كان هناك ما يشغله نعم فلينظر نعم إلى موطن السجود، إلى المكان الذي لا يرى فيه، حتى لو رأى منكرا مثلا يمكنه أن يغمض عينيه. نعم. هذا لا يدخل معنا فيما ذكرنا. نعم. الأخت ملاك تسأل تقول إن العام الماضي دخلت في يوم من أيام القضاء إلى البيت فوجدت رائحة بخور، فكيف هل يجب عليها أن تعيد هذا اليوم أم ماذا؟ لا لا لا، لا يجب عليها شيء. نعم، هذه قلنا إحنا إذا كان هو ماهوش أمامك وتستنشقه فلا يؤثر. نعم، ولا تأثير له في الصيام. نعم. الأخت فرح تسأل عن تقول اليوم هي تشرب الماء سمعت أذان الفجر، هل صيامها صحيح أم عليها إعادة هذا اليوم؟ وهي تشرب في الماء سمعت الأذان يعني سمعت بعدها انقطعت هكذا يبدو. إذا كان انقطعت لا شيء عليها، وإذا كان استمرت تشرب والأذان مرفوع فعليها القضاء. نعم نعم. إحدى الأخوات تقول كانت تقرأ من المصحف ثم تركته مفتوح ليلة كاملة وهي لا تدري به، فما حكم ذلك ترك المصحف مفتوحا يعني؟ لا تأثير له، إذا كان في مكان يتعرض فيه هذا المصحف لأمور أخرى كمرور حيوانات أو غيرها أو لعب أطفال أو كذا، ولكنها هي نسيانا ولذلك ليست نعم محاسبة على ذلك. نعم. طيب شيخ نستاذنك في الذهاب إلى فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. الحقيقة الإضافة المتميزة التي أضافها الشيخ معتوق
العماري شيخنا رحمه الله هو أنه جعل من مسجد أبو غولة البركة الخلوة هناك جعل منها نموذج مصغر لزاوية الشيخ، إلى أن ارتبط مسجد أبو غولة هو قيس بن سعد ارتبط باسم الشيخ معتوب، جامع الشيخ معتوب، جامع الشيخ معتوب. وكتب لي الشيخ بعض الآيات رشيما سموها يعني، وعلمني كيف أمسك القلم وأجر على هذه الرشيمة. كان شديد الشيخ رحمة الله عليه، شديد شديد، لكن شدة ممزوجة بالحب، ممزوجة بالعطف، ممزوجة بالحنان. فالشيخ أخذ رسم الداني كابرا عن كابر مشافهة إلى أن طبع رسم الداني في ليبيا. الله سبحانه وتعالى جعل على يديه الفتح، ما فيش واحد ما يجي للشيخ معتوب ويجلس أمام الشيخ معتوب ويقرأ عند الشيخ معتوب وما يتعلق بالشيخ معتوب. هم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا نواصل الإجابة عن الأسئلة. أحد الإخوة يسأل عن حكم وضع العطور والتعطر في نهار رمضان. عندنا وضع العطور في نهار رمضان مكروه كراهية ولا يؤثر على الصيام. نعم. إحدى الأخوات تقول مطلقة من 10 سنوات ومنذ حوالي 4 سنوات تعرفت على رجل وطلبها للزواج، ولكن ظروفه غير مناسبة بحكم إقامته خارج البلاد، فهل يجوز لي التواصل معه بالرسائل والمكالمات إلى أن يرتب أموره ويرجع إلى البلاد، أو بمعنى آخر هل يجوز لي أخذ عهد بالزواج دون علم الأهل، لأنه بحكم وضعي كمطلقة لا أريد أن أفتح هذا الموضوع مع أهلي إلى أن يكون الرجل جاهز لإتمام الأمر، ووالدها متوفى وعندها أطفال، لذلك لا يمكنني السفر معه لمحل إقامته، وهو الآن بصدد نقل إقامته إلى ليبيا لإتمام الزواج، وهو خلوق ومتدين وهي هذه تعرف احنا ما عندناش رأي في المسألة هذه، هي تعرف المسألة أكثر منا، لكن احنا نحذرها فقط من التهور والإسراع في غير موضعه وإلى أن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ويقرر الزوج فعلا نيته في قضية الزواج. المهم الإسراع، والله ما فيش بركة. نعم نعم. معنا اتصال أخ فيصل من الجبل الغربي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخ فيصل. أنا اللي سألتك على ثلث الليل الآخر، نبي نسأل الشيخ مثلا العدد الساعات، مثلا 10 ساعات تقسيم 3 يطلع لي الناتج 3، باهي معناها الساعة 3 في الليل. لا، هو الشيخ قال لك تشوف من وقت المغرب إلى الفجر الوقت الذي بينهما، تشوف الثلث الأول ثم الثلث الثاني ثم الثلث الثالث، يعني واضح أظن الإجابة. باي لما يطلع لي الناتج مثلا في التقسيم يطلع لي 3، شنو تعني الساعة 3؟ لما يطلع لك الناتج 3 معناها كل 3 ساعات ثلث، ولا لا شيخ؟ نعم. كل 3 ساعات، 3 ساعات الأولى الثلث الأول، 3 الثانية الأوسط، والثلاثة الثالثة الأخير. واضح إن شاء الله يا أخ فيصل. ماشي، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. طيب الأخت شيخنا عندها جانب من السؤال، هي قضية وعد الرجل هذا بالزواج، إن هي ترغب في الزواج منه، هو طلبها للزواج، فهل يمكن أن تعطيه، هي مطلقة، هل يمكن أن تعطيه وعدا بالزواج وتتواصل معه دون علم أهلها؟ والله هي الآن تملك أمرها لأن هي متزوجة من قبل، مطلقة، إذا تملك أمرها، فالولي مش هو الذي يتحكم فيها، ولكن العقد لا بد له من ولي عن جمهور العلماء غير الأحناف. فإذا احنا نوصيها بحاجة التواصل، هذا لازم يكون تحت إمرة الشريعة، يعني فيما يتعلق بترتيب بيتهم ولا غيره لا بأس بذلك. لكن هي أنا أرى لماذا لا تقول
بعض أهلها حتى يكونوا في الصورة أحسن. نعم. لكن مع ذلك قلنا لا يملكون من أمرها شيئا. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال أخت نور من صبرات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن شيخ اتفضل يا أخت نور. نبه الإجابة تكون طوال أنا نعب خارج البيت. طيب نبه نسأل على حكم مع الاحترام. وسؤال ثاني. طيب لا يجاوبني دو الشيخ. اتفضلي سؤالك الثاني. حكم دردشة على الانترنت مع شخص مش من العائلة. شخص غير محرم لك. طيب انت مش حتسمع على التلفزيون يعني؟ ايه. تبي الاجابه الان. سؤال شيخ عندها تسال عن حكم الاحتلام في نهار رمضان. قلنا لا شيء فيه احتلام في رمضان الا الغسل. نعم ترتب عليه الغسل. الاحتلام في نهار رمضان لا شيء فيه لا يؤثر على الصوم. نعم. وسؤالها الثاني عن حكم الدردشه مع شخص غير محرم مع رجل غير محارمها. قال تحدثنا عنها ايضا وهذه ممنوعه. شنو اللي بينا هم اجانب عن بعضهم فما الدردشه التي يحدثونها. نعم واضح ان شاء الله الاجابه الاخت نور بارك الله فيك. طيب الاخت هنادي تسال عن ابره الوريد هل تفطر ام لا علما انها تاخذ ثلاث إبر مع بعض وجزاكم الله خيرا. كما هي إبرة الوريد قالت تأخذ في ثلاث إبر متوالية يعني لا تأثير لها. وأن الإبرة الوحيدة المؤثرة هي التي تحمل نوعا من التغذية. نعم. الأخ مصعب يقول مريض بمرض مزمن قبل رمضان ونوى الصيام لكنه لم يستطع وفكرت أن أخرج زكاة لكن جربت خمسة أيام واستطعت أن أقضيهم خمسة أيام أو نعطي الزكاة. مش واضح السؤال للأسف. كاتوا ماذا؟ ما فهمتش السؤال. الصيام بالزكاة يا يقصد كأن فدية يعني يعطى فدية بدل صيام بعد بدل إفطاره يعني. الفدية أولا هي لأصحاب الأمراض المزمنة استحبابية عند المالكية وليست واجبة. نعم. فإذا لم يكن عنده ما يخرج فلا بأس عليه ولا حرج عليه. استحباب هذا لا أكثر ولا أقل. نعم. نعم. طيب الأخت زهرة تسأل عن الحيض والنفاس على المرأة في رمضان وهي أنجبت قبل رمضان بأسبوعين هل تغتسل وتصلي أم لا؟ إذا انقطع الدم نعم. قلنا النفاس والحيض لا حدود لقضية أقل الدم. فإذا يعني كان حتى يوما واحدا أو أقل أو جزءا من يوم فبعض العلماء عندهم حتى لو كان دفعة واحدة ثم انقطع بعد ذلك فلا بأس ولا حرج عليها بل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى آخره. نعم. نعم. حكم الأخ طارق يسأل عن حكم تنظيم مسابقات عبر رسائل قصيرة هاتفية تحت اسم السحب ويكون الفائز واحدا بعد عدة اتصالات من المشتركين وهي هو خلاص هذا السؤال مفهوم هو يكيف هذه المسألة بعدين مفهوم هذا يعني هذا أفتيت فيه من مدة طويلة سنوات كثيرة واختلفت أنا من بعض الناس. أنا عندي هذا ممنوع. نعم لأنه هو ترجع المسألة المكالمات أخبرت من قبل الناس المسؤولين أن المكالمات هذه هي التي تستغل ثمنها في قضية الجوائز. نعم. وإذا كان رجعت الجوائز من قبل الناس الذين يتكلمون ويتسابقون فهذا ممنوع. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم. طيب معنا اتصال الأخت مبروكة من جدابية. السلام عليكم. السلام عليكم أخت مبروكة. انقطع الاتصال بالأخت مبروكة. إن شاء الله تعيد الاتصال بنا. إحدى الأخوات تقول ما حكم رجل مسلم أفطر عاملا يؤدي عمل ما في مزرعته وهو الذي طلب منه أنه يريده أن يشرب ويأكل ولم يعلم ما ديانته هل هو يعني عماله يفطرهم في رمضان يعني يعطيهم فطور لأنهم يعملون عنده في المزرعة. هذا أمر غريب. هو
هو إذا كان هم المحتاجين للفطر المفروض هم اللي يجروا على المسألة هذه مش هو الذي يأمرهم بذلك، أو هو يريد منهم أن يشتغلوا، نعم يشتغل في مزرعته مهما كان الأمر ولو أدى ذلك إلى الصيام. هذا أنا أنظر أتكلم عن هالعلماء هذه، تارة يكون العامل محتاجا إلى يعني هذا القوت الذي يأخذه، يعني قصدي محتاج إلى هذا العمل الذي يعمله، فولو أدى ذلك إلى الإخلال ببعض عباداته، يعني قصد الصيام بالذات، فهذا لا حرج عليه. لكن إذا كان غير محتاج فهذا نعم لا يصح له أن يفطر إذا كان مسلما. نعم هذه قضية كانت تقع في مناطق كثيرة خصوصا أيام الحصاد الزرع، حصاد الزرع وتكلم عنها الفقهاء حتى بعينها، حصاد الزرع خصوصا في رمضان وفي الصيف، يعني إذا كان العامل محتاج لذلك يمكنه أن يفعل هذا، أن يفطر لأنه يستطيع الشأن يحصد ويصوم، وإذا كان هو يستطيع أن يفعل ذلك لا حرج عليه. لكن قال فرقوا بين العامل وبين صاحب المزرعة، صاحب الزرع، صاحب الزرع ضروري من أن يحصد زرعه ولو أدى به إلى أن لا يصوم، هذا أمر مهم جدا. صاحب الزرع لو أفطر لأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهمتين بحصاد الزرع وبقضي الصيام رمضان فليفطر وليقضي رمضان بعد ذلك. نعم أيوة. أما العامل فليس ملكه وليس مطلوبا منه ذلك، يمكن أن يفتش عن عمل آخر، لكن إذا كان انغلقت الأمور وانسدت ولم يبق له إلا هذا العمل وهو محتاج له وأدى به هذا العمل إلى أن يفطر فليقضي رمضان أيضا بعد ذلك. نعم إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت مبروكة من جدابية. السلام عليكم أخت مبروكة، أتفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي البلغم باستمرار حتى أثناء الفطر مش رمضان بس، وقالوا لي كان مثلا البلغم هذا طالع مكذوبة ما يفطرش، لكن كان من ألف من الداخل يفطر. جاوبك الشيخ إن شاء الله. وحاجة ثانية، لما الواحد يحس إن غبار ولا حاجة فشت مع الأنف بتاعها يفطر ولا لا؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. طيب شيخ نجيب السؤال. الأخت مبروكة تقول عندها البلغم بكثرة يكثر عندها، قالت فسألت قالوا لي بعضهم إذا كان مصدر البلغم يعني الرقبة فهو غير مفطر، وإن كان من بلغم من الأنف فهو مفطر. فتسأل لا أعرفه، وإنما البلغم حتى ولو وصل إلى رأس اللسان ويمكن أن يخرج من الجسم ولم يفعله صاحبه بل رده لجسمه، فإنه عند المالكية لا أثر له في الصيام. نعم. السؤال الثاني تسأل عن الغبار الذي قد يستنشق من الأنف وكذا في التنظيف، هل هذا مفطر أم لا؟ من ماذا؟ الغبار الطريق. نعم. لا حرج فيه هذا ولا يؤثر في الصيام. نعم. أخت أم معاذ من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. أم معاذ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مبارك رمضان. أم معاذ موجودة؟ أم معاذ تفضل أنت على الهواء، سؤالك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت، عندي أمي هنايا مريضة ومعناها مش عارفة أنها رمضان ولا مش رمضان، يعني مرات تستيقظ أنها رمضان ومرات لا، ولما تقعد جعانة تمشي للغاز وتفتح فيه وتبي تاكل ومعناها متعصبة، فاحنا فطرناها الحق لأنها ما مش واعية إنه هو رمضان نهائي. أنتوا فطرتوها بسبب مريضة. ماذا؟ لأن في جزء من السؤال ما سمعتش أنا، لو ترفع صوتي قليلا أخت أم معاذ. قلت لك أمي مريضة. طيب. مقعدة يعني في السرير، وعندها انها مش مستعده انها رمضان، يعني ما تندريش عليه انها رمضان. ليست مدركه انها هي قاعده في رمضان. ايوه احيانا تدرك واحيانا لا. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. ماشي شكرا بارك الله فيك.
جاد الله من البياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ جاد الله. بارك الله فيكم. وفيك بارك في الله. برنامج دال النت الفيس في اللي مثلا يجيب أي آية قرآنية ولا حاجة يقول أذكر الله كما ذكرت الله من الكافر إلا كذا كذا مش عارف كيف يقولوا كيف تيش هذا. وين البرنامج هذا؟ ما فهمتش السؤال. السؤال ان فيه على الفيس كل مره يجيبوا مثلا حاجه ما ادري جو الحاجه يقول اذكر الله قل لا اله الا الله كما قلت معنا كافر لا كذا مش عارف يجيبوك على كانك انت حاجه من غير راجبك مثلا يعني مثلا نعم منشورات مثلا يقول لك ان لم تكتب الله فاعلم ان الشيطان منعك او انك مش عارف شنو حكم هذه الامور. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الاخت ام معاذ شيخنا من طرابلس تقول امها مريضه وليست مدركه ان هي احيانا تدرك انها في رمضان وتصوم واحيانا لا تدرك، تسال عن حكم صيامها وحكم الايام التي تفطرها. لا هذه لا حرج عليها. ما عليها شيء، لا هذه لا قضاء ولا غيره. طيب الاخ جاد الله سؤال يعني لطيف، يكثر في الانترنت بعض المنشورات مثلا ينزلوا آية قرآنية يقول لك اذكر اسم الله عليها او علق بسم الله او ان لم تفعل اعجاب وكذا فاعلم ان الشيطان منعك او مثل هذه الامور، يسأل عن مثل هذه الاشياء التي او مثلا يقول لك سألتك بالله لا تترك المنشور حتى تكتب اسم الله او شيء منها. لا هذا ما ليس شيء أسره ولا يؤثر شيئا، وإنما إذا كان هو فعلا يعني القضية فيها وعظ والله فيها كذا ربما يثاب عليها صاحبها. أما حكاية أن يحدث لك كذا أو يصير لك كذا أو غيره إن لم تفعل وإن فعلت كذا هذا ما ليس أساس بتاتا. نعم معنا اتصال الأخت أسيل من طبرق. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أخت أسيل. إيش؟ تفضلي سؤالك أنت على الهواء. عليكم السلام. أسمعينا من الهاتف لو سمحتي. بارك الله فيك. سؤالي في رمضان عيد ينضخ عطر ولا لا؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. طيب الأخت أسيل تسأل عن التعطير العطر في رمضان. استمر الروائح يعني. نعم. قلنا مكروه احنا في الصيام. نعم. نعم. الأخ حسين يسأل عن المريض على السرير كيف يمكن أن يتوضأ للصلاة؟ ما يقدرش يتوضأ على السرير هذا ما لا يتحرك. ولكن إذا كان معه من يساعده، لأن احنا قلنا في بعض الحالات يجوز أن يوضئك غيرك. زي واحد آخر هو اللي نعم يوضيك، وإذا كان الوضوء غير ممكن يمكن أن ييممك وهو أسهل طبعا في بعض الحالات، فما لابد من الاسماء. لكن القضية ما تأتيناش إلا في حكاية لما يكون المريض هذا لا يستطيع أن يتحرك وليس معه في البيت أحد، هذه في الحالة هذه يأتي عليه ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأخوال يحكينا مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. نعم. فيعني كانوا بيقلد الإمام مالك لا يصلي ولا نعم ولا يقضي تسقط عنا الصلاة بتاتا اللي ما عنداش كيف، لكن إذا كان هو بإمكانه أن يلتحق أحجار أو شيء من هالقبيل أو حائط يمكن التيمم عليه يعني يجعل يديه ثم بعد ذلك يتيمم وهو ممدود على سريره، لكن بعض الناس ما عندهمش حركة أصلا ممكن. هذيك مسألة ثانية. نعم. طيب معنا اتصال آخر اتصال أخت منى من طرابلس. السلام عليكم. انقطع الاتصال بالأخت منى. طيب شيخ نختم بهذا السؤال، أحد الإخوة يسأل سؤال عن في اللغة، يسأل عن جملة حياك الله، حركة الإعراب اللي الله ما هي؟ حياك الله يعني الجملة ما هي؟ حياك الله. الله فاعل؟ نعم. طبيعة الحال نعم. نعم. بارك. القضية واضحة. يا أشكال. بارك الله فيك. عليها ضم الهاء.
وإعرابها فاعل. نعم بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة غد إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.